مساء الخير دنيا. مساء الخير ديانا. مثل ما معروف بكرة في انتخاب لجان مشتركة، أعضاء اللجان، نعم، يعني بعده المشهد غير محسوم وبعده ضبابي. هل التغييريين رح يعملوا فرق؟ لهلا يعني التغييريون مرشحون لا يريدون التعاون مع باقي القوى ويريدون تثبيت أسس جديدة، لكن هل ينجحون؟ ما بعرف، السؤال بكرة بدنا ننطر الجواب. يستعد مجلس النواب إلى جولة جديدة يكمل من خلال المطبخ التشريعي النيابي في انتخاب أعضاء اللجان النيابية. أولا، على أن تعقد اللجان الجديدة اجتماعات ضمن مهلة لا تتعدى 3 أيام لانتخاب الرئيس والمقرر لكل لجنة، وعددها 16. طبعا بنتيجة الانتخابات النيابية الأخيرة لم تعد جلسات الانتخاب في مجلس النواب كسابقاتها، حيث كان يحصل توافق مسبق بين الكتل والقوى السياسية على عضوية اللجان ورئاستها، وبالتالي لم تكن تستغرق جلسات انتخاب اللجان وقتا طويلا. لكن السيناريو المتوقع هذه المرة مختلف. بعد دخول نواب تغييريين إلى البرلمان ومستقلين، قرروا أن ينافسوا القوى التقليدية والأحزاب على عضوية ورئاسة اللجان، والواضح أن بعض نواب قوى التغيير، وانسجاما مع مواقفهم في جلسة انتخاب الرئيس ونائبه وأميني السر، يتجهون إلى المطالبة بكسر التوزيع الطائفي المتبع وفقا لعرف معتمد منذ الطائف حتى اليوم، واعتماد الكفاءة للمحاصصة أو الطائفية، وهو شرط لم يتمسكوا بكسره مثلا في انتخاب رئيس المجلس ونائبه. في أي حال، المشهد المتوقع غدا أن لا تعترض أي مشكلة الترشيحات على عضوية اللجان التي يتراوح عدد أغلبية أعضائها 17 و12 في لجان أخرى، إنما المشكلة ستكون في من يترأس هذه اللجان، خصوصا اللجان الأساسية مثل لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل التابعتين عرفا للموارنة، والتي أعلن نواب تغييريون ترشيح نائب ملحم خلف الأرثوذكسي للإدارة والعدل ومارك داو الدرزي للمال والموازنة. هذا ويتمحور النقاش أيضا والاتصالات بين قوى معارضة حول محاذير تسلم التيار الوطني الحر للجنتي المال والموازنة لإبراهيم كنعان والاقتصاد لفريد البستاني، كون التيار سيكون في الحكومة التي ستضع خطة التعافي والخطة الاقتصادية، فكيف يمكن للفريق نفسه في هاتين اللجنتين مناقشة خطة وضعها هو؟ حتى الآن لا تزال الاتصالات مستمرة لتأمين حد أدنى من التوافق، لا سيما داخل صفوف المعارضة، وحصر المعركة إذا أمكن بلجنتين أو 3، فيما يبدو أن تبادل الأصوات بين كل المعارضة أمر دونه عقبات حتى الآن.